منذ ذلك اليوم المصيري في ديسمبر عام 2021 عندما انطلقت تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى نقطة لاغرانج الثانية على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، لم يعد الكون كما عرفناه. لم يكن هذا مجرد إطلاق لتلسكوب آخر، بل كان إطلاقا لأعظم آلة زمنية صنعها الإنسان على الإطلاق. كل صورة يرسلها هذا التلسكوب العملاق الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار وتتويجا لجهود عقود من العلماء والمهندسين، ليست مجرد لقطة جميلة، بل هي نافذة مفتوحة على الماضي السحيق، على تلك اللحظة الغامضة التي بدأ فيها كل شيء. بفضل مراياه الذهبية العملاقة البالغة 6.5 أمتار ومقدرته على الرصد في نطاق الأشعة تحت الحمراء، يستطيع جيمس ويب اختراق سحب الغبار الكوني ورؤية الضوء الذي بدأ رحلته قبل أكثر من 13.5 مليار سنة في عصر الظلام الكوني الذي أعقب الانفجار العظيم مباشرة. الزمان يعود بنا إلى الوراء، إلى فجر الخلق نفسه، حيث كانت المجرات الأولى تتشكل من رحم الفوضى البدائية. مع كل اكتشاف جديد لا نكتشف مجرد أجرام السماوية، بل نقترب أكثر من فهم القصة الكبرى، قصة الكون وقصتنا. وفي الأشهر الأخيرة أضاف جيمس ويب فصلين مذهلين ومحيرين إلى هذه الملحمة الكونية، اكتشافان هز أركان النظريات الفلكية السائدة وأشعل النقاشات والجدل في مراكز الأبحاث ومختبرات الفيزياء الفلكية حول العالم. أحدهما مجرة سحيقة وصفت بأنها الوحش الكوني لأن حجمها وعمرها يتحديان منطقة التطور الكوني، والآخر نجم يحتضر بطريقة فنية غامضة لم يرى البشر مثلها من قبل، كاشفا عن رقصة موت جميلة بين نجمين. دعونا نبدأ من البداية، من حيث بدأ الضوء رحلته الأولى وحيث بدأ فهمنا بالانهيار. حين وجه تلسكوب جيمس ويب عيونه الحساسة نحو رقعة معتمة من السماء كجزء من مشاريع المسح العميق، مسح التطور الكوني المبكر باستخدام تلسكوب جيمس ويب، لم يكن يتوقع أحد أن النتائج ستكون بهذا القدر من التحدي. في قلب تلك البقعة المظلمة التي لا ترى بالعين المجردة ولا بالتلسكوبات التقليدية، ظهرت بقعة ضوء باهتة. لكن تحليل الطيف الضوئي لهذه البقعة كشف عن أمر مذهل. إنها مجرة سحيقة أطلق عليها اسم GNZ-11 سابقا، لكن جيمس ويب رصد مجرات أقدم حتى مثل جاديس GS-Z13-0. عمر هذه المجرة يتجاوز 13.4 مليار سنة، مما يعني أنها تشكلت بعد أقل من 400 مليون سنة من الانفجار العظيم. للتقدير الحقيقي لهذا العمر، تخيل أن عمر الكون كله البالغ 13.8 مليار سنة هو عام كامل يبدأ في الأول من يناير مع الانفجار العظيم وينتهي في 31 من ديسمبر. في هذا المقياس الزمني فإن مجرتنا درب التبانة تشكلت تقريبا في منتصف شهر مارس، أما هذه المجرة الوحش الكوني فقد ولدت في الأيام الأولى من شهر يناير، أي أنها من أوائل الكيانات التي أضاءت الكون بعد عصور الظلام. الوصف بالوحش لم يأتي من عمرها فقط، بل من كتلتها الهائلة بشكل غير مألوف. تحتوي هذه المجرة على كتلة تعادل مليارات الشموس، وقد تكون أكبر من مجرتنا درب التبانة في بعض التقديرات. هذا هو جوهر المفارقة. وفقا للنماذج الكونية السائدة مثل نموذج التكوين الهرمي، بدأت المجرات صغيرة وضعيفة ككتل من المادة المظلمة والغاز، ثم نمت تدريجيا ببطء على مدى مليارات السنين من خلال عمليات الاندماج والتراكم. رؤية مجرة بهذا الحجم الضخم في مثل هذا الوقت المبكر يشبه كما وصف أحد العلماء العثور على طفل في حضانة يحمل عضلات لاعب كمال أجسام محترف. هذا الاكتشاف يطرح أسئلة وجودية حول فهمنا لتكوين البنى الكونية. كيف تجمعت هذه الكتلة الهائلة من المادة بهذه السرعة الخيالية؟ هل كانت عمليات تكون النجوم في الكون المبكر أكثر كثافة وعنفا بمئات أو آلاف المرات مما هي عليه اليوم؟ أم أن فهمنا للمادة المظلمة التي تشكل الهيكل العظمي للمجرات ناقص أو خاطئ؟
يبدأ جيمس ويب الآن في رسم صورة جديدة للكون المبكر مختلفة جذريا عما تصورناه. إليك بعض الفرضيات التي يحاول العلماء من خلالها تفسير هذا الوحش الكوني. 1- نجوم السكان الثالث. هذه هي النجوم الأسطورية الأولى الضخمة جدا، قد تصل كتلتها إلى مئات أضعاف كتلة الشمس والساخنة جدا والمضيئة بشكل هائل. يعتقد العلماء أن هذه النجوم عاشت حياة قصيرة جدا وانفجرت كمستعرات عظمى عنيفة، مما أثر على الوسط بين النجمي بمواد ثقيلة بسرعة قياسية، ووفر كميات هائلة من الطاقة لدفع عمليات تكون المجرات. رصد جيمس ويب المباشر لهذه النجوم سيكون الأمر الحاسم في علم الفلك المبكر. المادة المظلمة الغريبة. ربما تكون طبيعة المادة المظلمة في الكون المبكر مختلفة. بعض النظريات تقترح وجود نوعين من المادة المظلمة الدافئة أو التفاعلية التي كانت تتحرك بسرعات عالية، مما سمح لهياكل كبيرة بالتشكل بسرعة أكبر من نموذج المادة المظلمة الباردة السائد. الاندماجات المجرية الجامحة. ربما كان الكون المبكر مسرحا لعمليات اندماج مجري مكثفة وسريعة، بدلا من نمو المجرات ببطء كانت تتصادم وتندمج بمعدلات جنونية مكونة وحوشا مجرية في وقت قياسي. جيمس ويب من خلال قدرته الفائقة على التحليل الطيفي لا يكتشف فقط وجود هذه المجرات، بل يحلل تركيبها الكيميائي. إذا أظهرت البيانات وجود نسبة قليلة جدا من العناصر الثقيلة، أي أنها نقية، فذلك سيدعم فرضية نجوم السكان الثالث. أما إذا كانت أكثر ثراء بالمعادن مما ينبغي، فذلك يشير إلى أن دورة حياة النجوم والانفجارات كانت سريعة ومكثفة بشكل لا يصدق. الضوء الذي التقطه جيمس ويب من الوحش الكوني هو أقدم ضوء رآه إنسان في حياته. إنه لا يخبرنا فقط بالماضي، بل يرسم مستقبل علم الكونيات. إنه يدفعنا إلى حافة الهاوية المعرفية، ويدفعنا إلى اعتناق نموذج جديد أكثر إثارة وتعقيدا لنشأة المجرات. بينما يخوض جيمس ويب في أعماق الماضي، فإنه يلقي نظرة فاحصة ومفصلة على نهاية حياة النجوم في كوننا القريب. الاكتشاف الثاني المذهل جاء في كوكبة القيثارة، حيث رصد تلسكوب نجما في المراحل الأخيرة من حياته، يعرف باسم وولف رايت 124 أو WR 124. هذه النجوم النادرة والعنيفة هي نجوم فائقة الكتلة في طريقها إلى الانفجار كمستعر أعظم. المرحلة التي يمر بها هذا النجم معروفة لعلماء الفلك. بعد أن يستنفذ النجم وقوده النووي، يبدأ بالانهيار تحت وطأة جاذبيته الهائلة، ثم ينفجر طاردا طبقاته الخارجية من الغاز والغبار في الفضاء، مكونا ما يعرف بالسديم الكوكبي، على الرغم من أنه ليس له علاقة بالكواكب، بل هي تسمية تاريخية. لكن ما رصده جيمس ويب في WR 124 لم يكن مألوفا إطلاقا. بدلا من سحابة غير منتظمة من الغاز والغبار، رأى التلسكوب النجم محاطا بهالة مذهلة من الحلقات المنتظمة والمتباعدة بدقة هندسية مذهلة. تشبه هذه الحلقات تموجات الماء الناتجة عن سقوط حجر أو عملا فنيا منحوتا بدقة في فراغ الفضاء. هذه الحلقات الهائلة الممتدة على مسافات تعادل آلاف المرات المسافة بين الشمس وبلوتو هي في الواقع موجات من المواد أطلقت من النجم المحتضر. هذا الانتظام الشديد هو ما حير العلماء، فالنجوم المنفردة المحتضرة عادة تطلق موادها في انفجارات غير متماثلة وعشوائية نتيجة للاضطرابات الداخلية والانفجارات النووية غير المستقرة. فكيف لهذا النجم أن ينحت مثل هذه التشكيلات الدائرية المثالية؟ تكمن الإجابة في رفيق خفي. البيانات الطيفية والديناميكية الدقيقة التي جمعها جيمس ويب كشفت أن النجم WR 124 ليس وحيدا في رحلته نحو الفناء، بل أن هناك نجما آخر أصغر، رفيق ثان يدور حوله في رقصة سماوية بطيئة محكومة بقوانين الجاذبية. هذه الرقصة الثنائية هي مفتاح اللغز. عندما يقترب النجمان من بعضهما في مدارهما البيضاوي،
تتسبب قوى الجاذبية المادية في انتزاع كميات هائلة من الغاز من النجم الأكبر. هذه الظاهرة المعروفة باسم الرياح المادية تحدث بشكل دوري مع كل اقتراب. كل دفعة من الغاز تطلق في الفضاء لتشكل حلقة مستقلة ومتميزة. مع مرور الوقت تتحرك هذه الحلقات للخارج مسجلة تاريخا حرفيا لمراحل الاحتضار، مثل حلقات الشجرة التي تسجل عمرها. هذا الاكتشاف ليس مجرد مشهد جميل، إنه يحمل أهمية علمية بالغة. 1- فهم آلية فقدان الكتلة. يساعدنا على فهم إحدى الآليات الرئيسية التي تفقد بها النجوم الضخمة كتلتها قبل انفجارها النهائي. هذه العملية تحدد طبيعة الانفجار ونوع المستعر الأعظم الذي سينتج. 2- تكوين الغبار الكوني. WR-124 هو مصنع فعال لتكوين الغبار الكوني. الغبار الذي نراه في السديم المحيط به هو من نفس نوع الغبار الذي يتكون منه الكواكب الصخرية مثل الأرض وحتى نحن البشر. يدرس جيمس ويب كيف يمكن لهذا الغبار أن ينجو من الإشعاع الشديد للنجم والانفجار اللاحق لينتشر في المجرة. 3- البصمة الكيميائية. تحلل هذه الحلقات يخبرنا عن التركيب الكيميائي للمواد التي يلفظها النجم، وهي مواد غنية بالعناصر الثقيلة مثل الكربون والأكسجين والنيتروجين، وهي اللبنات الأساسية للحياة. هنا تكمن أعظم رؤية للكون. نجم يموت في رقصة جميلة مع رفيق، يترك وراءه المواد الخام التي ستبني في المستقبل البعيد كواكبا جديدة ومحيطات وحتى ربما حياة جديدة. نحن بكل ما فينا من عناصر مصنوعون من غبار نجوم ماتت قبل بلايين السنين، ربما في انفجارات مشابهة. لذلك يقول العلماء إن النجوم لا تموت تماما بل تتحول، وجيمس ويب هو من سيراقب هذه التحولات بأدق تفاصيلها. في أقل من عامين من بدء عملياته العلمية، قدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي أكثر مما حققته بعض المراصد الكبرى خلال عقود. لقد نجح في الجمع بين المقياسين الكونيين، الأكبر نشأة المجرات الأولى والأصغر تفاصيل موت نجم واحد، ليقدم لنا سردا مترابطا ومذهلا لتاريخ الكون. لقد أرانا بداية الكون ونهايته في آن واحد. أرانا الوحش الكوني الذي يتحدى فهمنا للبدايات، وأرانا النجم المحتضر الذي يوضح لنا جمال النهايات ودورها في استمرارية دورة الحياة الكونية. لم يكتفي جيمس ويب بالتقاط الصور الجميلة فحسب، بل أجبرنا على إعادة التفكير في كل ما كنا نظنه ثابتا وراسخا في علم الكونيات والفيزياء الفلكية. كل صورة يلتقطها هي حكاية مكتوبة بالضوء، وكل خيط من الأطياف الضوئية يحمل سرا من أسرار الخلق، من تركيب الجزيئات العضوية في السدم إلى الخصائص الفيزيائية لأبعاد مجرة. ومع كل اكتشاف جديد يصبح السؤال الوجودي الأقدم والأكثر عمقا حاضرا بقوة: من أين بدأنا وإلى أين نمضي؟ وما هو مكاننا في هذه الساحة الكونية الهائلة؟ ربما لا نملك كل الإجابات بعد، وربما ولد جيمس ويب أسئلة أكثر مما أجاب، لكن طالما أن هذا التلسكوب العبقري يوجه عيونه الذهبية إلى أعماق السماء، ستبقى رحلة الاكتشاف مستمرة، وسيظل الأمل موجودا بأننا يوما ما سنفكك كامل أسرار هذه القصة الكونية العظيمة التي نعيش فيها. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة وانتظاري في الفيديو القادم. إلى اللقاء.